تفاعل جمهور المطرب عمرو دياب مع الأغنية الجديدة يوم الثلاث التي صدرت ضمن ألبومه المنتظر أنا غير، وخاصة أن كلماتها تكشف عن حيرته بين الجمال الأسمر والفاتنة البيضاء، وهو ما فسره البعض باستعراض دياب لذكرياته الغرامية مع زوجاته الثلاث. ومن كلمات الأغنية ما يتناسب مع الجميلات الثلاث. ويذكر أن دياب نشر بوستر الأغنية وعلق قائلا: زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته انتظروا الأغنية الجديدة يوم الثلاث اللي هتنزل يوم الثلاث الجاي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. يتعاون الفنان عمرو دياب في ألبوم أنا غير مع الشعراء والملحنين، وهو أحمد المالكي، نادر عبد الله، أيمن بهجة قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، أسامة مصطفى، ومع الملحن عمرو مصطفى، محمد يحيى، وسلم.